الوزير الجريء هو الوصف الذي كان ينطبق على فقيد حكومة الجزائر وفقيد وزارة التجارة بختي بلعايب. ثنية الحد بولاية تسمسيلت أنجبت بختي بلعايب صيف 53، وقطاع التجارة تبناه في ريعان شبابه، فمن مدير للتجارة سنة 82 مرورا بمدير مركزي وصولا إلى تقلد منصب وزير التجارة سنة 96، ليعود إلى نفس الوزارة منتصف العام 2015. وزير بقيمة عالية. الرئيس ولا الوزير اللي يكون هكا لازم تكون عنده الكفاءات وجرأة لا يتصف بها إلا من جعل الوزارة منصبا لخدمة البلاد لا لشيء آخر. يديلور كشوف انت كارير جنكسبتوري با دو بورتي دي ستيغمات كو جي با بورتي كونت جيتي مينيستر ريلاتيفمون جون كو ميتما. نحاول نفيريفي ايميدياتمون وشي لي ما يطبقش لا ديريكتيف تاعي يرفد قشره. الوزير بلعايب لم يكن وزيرا فقط، بل كان ايضا انسانا مواطنا. انا ما نقدرش، سمحوا لي ما نقدرش نجي نهدر لكم هكا ونكذب عليكم، ما انا ماهيش في تربيتي ماشي فيها. هذه الصور هي الاخيره له كوزير. حالته الصحيه تدهورت بشكل لافت، رغم ذلك لم يكن بوسع بلعايب الوزير سوى مواصله مهامه، ليغادرنا بعدها تاركا الوزاره والدنيا باكملها.